هذا الآن أنا رحت بنفسي معرض الصقور والسلاح، ما قدرت من الزحمة. لا تلومونا، يمكن في ناس تتضايق شوي، يمكن ناس تتضايق شوي من التنظيم، ممكن ناس تتضايق من الزحمة. يا ناس المكان استيعاب طاقته في اللحظة 11,000 وفي اليوم 46,000، عدد اللي برا 150,000 وعدد اللي جوا وصل ل 70,000. طيب ايش قاعدين، وش نقدر نسوي في نفس الوقت الآن حول معرض الصقور حوالي 200,000 الآن أو 220,000 في نفس الوقت عند استاد الملك فهد 100,000، ما شاء الله الحمد لله. هنا وهنا وهنا وهنا، الله يبيض وجيهكم يا مرور ويا شرطة الرياض ويا الجهات الأمنية ويا البلديات ويا كل القائمين، الله يبيض وجيهكم، ومن هنا الأحسن وأحسن، ونتعلم من أغلاطنا ونصلحها إن شاء الله، ويبيض وجهك على الدعم اللي ناخذه يا حبيبي.